طب يعني ده فقد حراره وده ايه يعني اكتسب ايه حراره. طب درس النهارده بيقول ايه بقى؟ عايزين نحسب كميه الحراره سواء كانت ريليز او الابزورب. سيب بقى الفيديو وركز معايا بس يعني اعملوا وقت التركيز ده. يعني انت دلوقتي بتتكلم ان في هيت بتفقد او هيت تكتسب. طب احنا عايزين نحسب الهيت يا مستر، عايزين نحسب الهيت اللي هي الانرجي او الهيت بسرعه ماشي، اللي احنا بنكتبها بشكل كده ركز كيو ريبيت افتر مي بقى كوانتيتي اوف هيت ده اللي بتسمعني من ورايا كوانتيتي اوف هيت كوانتيتي اوف انرجي. لما تشوف كلمه كيو اللي هي مين الهيت او الانرجي يعني كميه الحراره كميه الطاقه. طب دي يا مستر بتساوي ايه؟ دي بتساوي ام سي دلتا تي. ده اهم لو عندنا هيفضل ماشيين ديفينيت فور مش هيتغير خلاص. ده اسمه ذا جنرال لو اوف هيت القانون العام للحراره، ده اللي اشتق منه كل قوانين الهيت خلاص. طب انا هعمله بشكل كلكم حافظينه بقى صم. بس انا نسيت بيتعمل ازاي؟ عايز حد عنده مخ لا قدر الله. حط مين فين؟ تمام، في ناس زي جميله بتفهم الكيو فوق صح؟ وده تايمز ده تايمز ده تحت صح؟ يبقى هنا مين هنا؟ ام سي دلتا تي. انا اصلا مش فاهم يعني ايه ام، تعالى يا عم دي مين هنا؟ دي الماس بالجراف ماس ايه؟ طب دي هنا مين؟ دي سبيسيفيك هيت. سبيسيفيك هيت لان مصنوعه في الروس برامس سي غلط. في عندي اثنين سي، في عندي ها؟ في سي سمول وفي سي كابيتال. خلاص ولا لا؟ سي سمول ديت دي السبيسيفيك هيت، سبيسيفيك ها؟ السي كابيتال دي الهيت كاباسيتي، دي ها؟ فركز عشان ما تتلخبطش لو سمحت، خلاص ولا لا؟ يبقى هنا في اثنين سي عندنا في الشكل ده وفي اليونت ديت. معنى في سي سمول صغيرة وفي سي كابيتال كبيرة. طب يا مستر في علاقة في علاقه بين الاثنين. السي كابيتال اللي هي مين هاك؟ هي كابستي اكوال الام تايمز سي سمول. يعني هي كابستي بتساوي الماس تايمز مين هاك؟ سبيسيفيك هيت. يبقى انا ممكن اعمل تراينجل جيم صح؟ تراينجل ده عامل ازاي؟ تراينجل صغنون جدا. ركز بقى، دي هنا مين هاك؟ سي كابيتال صح؟ وهنا مين هاك؟ ام سي سمول. ام هاك؟ سي سمول. كان في مشكلة؟ طيب مين السي كابيتال ديت؟ دي الهيت كاباسيتي وهنا دي مين ها؟ السبيسيفيك هيت.